موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم مجلس النواب المنحل عبد الله بليحق إقرار مجلسه خلال جلسة عقدها الاثنين التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الحكومة المقترحة منفصل عن المجلس الرئاسي. وأكد بليحق في تصريح له أن جلسة المجلس عقدت بنصاب قانوني بلغ 104 نواب، حيث نوقش خلال الجلسة ما توصلت إليه لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب المنحل في جلسات الحوار التي جمعتها مع لجنة ما يعرف بمجلس الدولة مؤخرا بتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن بلاده لم تبخل على الليبيين في تسهيل إقامة حوار شامل يجمع الأطراف كافة على طاولة المصالحة. وأضاف مساهل أن بلاده لا تزال تواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للأزمة بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامة ترابها وانسجام شعبها. طالبت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة صبرات الاثنين ميليشيات غرفة الوادي بوضع حد للانتهاكات المتمثلة في حرق عدد من البيوت وسرقة ممتلكاتها والاعتداء على أسر وأقارب الطرف المناوئ للغرفة. ودعا بيان المؤسسات أهل المدينة إلى ضرورة التكاثف وطي صفحة الماضي وعدم الانتقام وضمان حق التعايش السلمي للجميع، كما حذر البيان من مغبة ما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء على حرمة البيوت إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بحسب نص البيان. استنكر ما يعرف بالتكتل الفيدرالي قرار ما يسمى الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبد الرازق النظوري. استنكر منع التكتل من التظاهر في ساحة الكيش ببنغازي للمطالبة بحق أهل برقة في تفعيل دستور الاستقلال. التكتل في بيان له الاثنين قال إن النظوري منعه من التظاهر أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المنع كان موجها حصرا إلى الحراك الفيدرالي والبرقاوي المطالب بحقوق الإقليم حسب البيان، لافتا إلى أن النظوري يسمح بالتظاهر في ساحة الكيش دون حسيب أو رقيب، مطالبا مجلس النواب بتحديد موقفه علنا من مصادرة حق التكتل في التظاهر السلمي. في ختام الموجز، إلى اللقاء.